معلش انا ضغطت عليك نروح في حته عشان مودك من الصبح مش عاجبني. لو مضايقك ان انا بتدخل تقدري تقولي لي مش عايزه اتكلم عادي، بس انا ما بقتش حابه اشوفك متضايقه. مش عارفه يا فايق بقى، انت شايف اللي انا فيه. انا عارف اللي ضايقك في الميتنج بتاع كارولين، بس في حاجه تانية مضايقاكي من الصبح. مخنوقه يا فايق، الف حاجه خانقاني ومعصباني. اولا ما بقتش طايقه اللي اسمها كارولين دي تتحكم فيا اكتر من كده. ده مصنع ابويا، يعني هو فيه ايه؟ ايه تاني؟ ومخنوقة من سامية. مامتك سامية هي بالنسبة لي دلوقتي بقت سامية وبس، وبجد انا مش مستحملها اكتر من كده. وخلاص انا كده اتأكدت ان انا عمري ما هوصل معاها لحاجة في موضوع الاسهم ده. وفي ايه تاني؟ بس لا، انا حاسس ان في حاجة تانية مضايقاكي من الصبح. يعني انا عايز افهم حاجة، يعني بعد كل اللي هي عملته فيا ده والافتراء والكذب اللي كذبته السنين دي كلها، وكمان دلوقتي واقفالي في حقي ومش سايباني ياخده كامل؟ لا، وكل ده واخواتي كلهم ملمومين حواليها، كلهم واقفين ناحيتها كانها هي فجأة الملاك وانا الساحره الشريره اللي فاضل لي ماشي اطير. تضحك يا فايق؟ بجد انا مهما كنت مبسوطه باللي انا فيه ده، ساعات بحس ان انا لوحدي، بحس اني محتاجه اخواتي حواليا. يعني وفي ايه تاني؟ بس حاجه سهله، هنبعت واحده على انها هي تتنزل لنا عن نصيبها في الشهر العقاري. ايوه بس ده تزوير، محدش هيعرف. انا مرتب كل حاجه، بس المهم نلاقي الست اللي هتوافق تعمل ساميه وتاخد اللي فيه النصيب، ولا مين شاف ولا مين دري. اول ما نلاقيها هننفذ على طول. قلتي ايه؟ تمام. يا ترى يا ابني احنا بنشتري راجل، المهم ان انتوا بقى كده عايزين نفرح بيكم باسرع ما يمكن وتتجوزوا في اقرب فرصه قبل ما الفضيحة بقى تبقى بجلاجل، قصدي قبل ما ربنا يفتكرني. عندك حق يا ابو مروة، ويا ابني لو حدش ضمن عمره. بس انا عندي مشكلة مع اهلي زي ما قلت لكم قبل كده. مفيش مشكلة، مصارين البطن بتتخانق، ودول اهلك مشيرك تتصلح معاهم. عندك حق يا ابو مروة، وعلى رأي المثل عمر الدم ما بيبقى مية. بس انا ما عنديش لا شقة ولا عفش ولا مهر ولا شبكة ولا اي حاجة بالكلام ده، يعني من الاخر كده ما حلتيش اللضه. مفيش مشكله، اللي ما تجيبوش النهارده هاتوا بكره. عندك حق يا ابو مروه، وعلى راي المثل خدهم فقراء يغنيكم الله. هي الشقه يا حبيبي صغيره حبتين، بس مش مشكله، اتجوزوا معانا لحد ما ربنا يفرجها. عندك حق يا ام مروه، بصره المحب خروف. انتوا ايه حكايتكم؟ انتوا مالكم سهلها لي قوي كده؟ انتوا عاملين لي عامله ولا ايه؟ بصراحة مروة حكت لنا على العاملة المهببة اللي انتوا عملتوها، وانا ضربتها ضرب موت، اديك شايف اهو. بس قلت ابعتلك بقى عشان نحاول نصلح الغلطة دي قبل ما بطنها تكبر وراسنا تيجي في الطين. خلاص خلاص، انا هكتب عليها واستر عليكم عشان خاطرك انت بس يا ام مروة، واكسب فيكم ثواب. يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا زوزو، شوفي يا سيلة جبتلك مين. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، وحشتني يا وسيله، وحشتني قوي. قلت اجي اتملى كده واشوف جمالك لف يا بنت. الله اكبر الله اكبر، ايه الحلاوه دي؟ يا اخويا اصل العيشه ما تقولش غير على الولاد الحرام. والله والله فيك الخير يا مرات خيري، تصدقي ولا حد فيهم بيسال عليا. كلهم ولادات الاصل، بس اسكتي اسكتي يا وسيله، ده انا سد عليهم الحنفيه، لا باكلهم ولا بشربهم وطلعه عينه. بس معلش برضه يا وسيله اقول لك الحق، يعني سحبت صيف يا اختي وتعدي. بكرة هيعرفوا غلطهم إن شاء الله. يا أستاذ مالو، عرفوا غلطهم طبعا. أستاذ فايق غالب المستشار القانوني للمجموعة يا سوسو. أمال إيه، عارفاه يا حبيبتي، عارفاه يا وسيلة. أمال يا سوسو، إيه الشنطة اللي في إيدك دي؟ دي عادة الشغل. شغل؟ شغل إيه يا سوسو؟ يا أختي ما هو بعد ما خالك ما مات حبيت أشتغل وأطلع حسنتي، بعد ما عرفت كمان إنه متجوز ومخلف عيل لها في الورث. الله يرحمه طلع نمس. قول الله يحرقه. لا مؤاخذة يا اختي، معلش غصب عني، ما هو من غلبي. ما قلتليش بقى برضه يا سوسو الشنطة دي فيها ايه؟ الشنطة دي فيها حبة شرابات، على حبة لبس أطفال، على حبة فوط، بس ايه يستاهلوا عينك انك تشوفهم؟ أنت عارف الشراب الواحد تلبسه لمدة أسبوع وتغسل فيه ما يرهرطش أبدا. لا لا يا سوسو وريني 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 كده. يلا يا سوسو يلا وريني. يا دي يا اخويا خد، ربنا يا رب يفتحها في وشك يا رب ويرزقك كمان وكمان. ايه رايك في ده؟ ايه ده؟ لا ده مش قصدك، بس استنى استنى اهو اهو. ايه رايك؟ بقول لك ايه يا وسيلة؟ ايه؟ هي دي مرات خالك فعلا؟
وعايز اقول لك بنت عم سامية كمان. دي اللي بندور عليها. انت مجنون؟ بقول لك بنت عم سامية. دي انسب واحدة. وسامية هتفكر كتير قبل ما تأذيها عشان القرابة اللي بينهم. جسي نفر. شكلها جاية تشمشم وشبعانة. لو عرضت عليها مش هترفض. تفتكر؟ مش هترفض. أنا نظرتي ما تخيبش أبدا. هنشوف. حاضر. أنا هسيبكم مع بعض. أستأذن يا جماعة. حط كل الدور. بص يا سعيد يا سعاد هنا. انا اسعد يا اخويا، مش عايز تبص نص كده على الشربات؟ شكرا يا فندم. مش تيجي، بص اشتري كل دول. ايه رايك؟ ليه ليه كل دول ليه؟ لا مش عايز دول، هم 10 كفايه. لا مش ال10، خد ال12 وخد عليهم الفوه دي، ده انا بجمع لبنت يتيمه ابوس ايدك يا رب. انت هتشحتي يا سوسو ولا ايه؟ يا اختي اسكتي، الحجه وحشه يا وسيله، الحجه وحشه يا بنت. لا اوعي تقولي كده، انت بالذات حبيبتي وانت عارفه كده كويس، اوعي تقولي كده وانا موجود. ربنا يخليك لي. امال انا جيت لك ليه؟ علشان اللي انا فيه وتنقذيني من الضياع اللي انا بقيت فيه. اموريني يا حبيبتي وانا عينيا ليك. بس عاجبك كده اللي بتعمله فيا ساميه ده؟ ساميه كلكم وساميه لوحدها دي كوم تاني خالص. لا يا حبيبتي طبعا مش عاجبني ابدا. ده حقي ولازم احافظ عليه. اه يا حبيبتي حقك ولازم تحافظي عليه. امال ايه؟ اه عشان كده بقى يا سوسو انا محتاجاكي تساعديني احافظ على حقي، ولو حصل ليك عندي مليون جنيه. مليون جنيه؟ انت بتقولي ايه يا وسيله؟ مليون سوسو اديوني كام؟ مليون جنيه عشان تعرفي غلاوتك عندي انت وسوها، وانا برضه اسيبكم تتلطموا من بعد خالي ابراهيم؟ لا انا مش قادره اصدق. انت ممكن تكوني وسيله يا بنتي؟ انت طول عمرك بجد اصيله؟ يعني هتساعديني يا سوسو؟ يا نهار اسود اساعدك، اساعدك بس بنتي لو طلبتي عينيا، لو طلبتي البنت سوها هجيبها لك من فرقه جرايد كده لحد لحد المكتب، ايه رايك؟ لا 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 مش للدرجاتي. بص يا سوسو، كل الحكايه ان ساميه رافضه تستلم نصيبها في تركه بابا اسد الله يرحمه، وده معطل لي حاجات كتير قوي في اداره المصنع ومخلي الشركه الاجنبيه دي تتحكم فيا. فانا كل اللي عايزاه منك انك تروحي بدلها على انك هي وتستلمي نصيبها وتبيعيهولي. تمام؟ اه لا بس ده يعني تزوير وما يصحش يعني. وهو يصح يعني انها تبقى عارفه ان ده حقي وتقف لي فيه؟ صح يا اختي، ما يصحش ابدا انها تبقى عارفه ان ده حقك وتقف لك فيه. اه طبعا سامية دي طول عمرها كده فقريه ومفتريه. اه يعني موافقه؟ طبعا ازاي يعني ما وافقش؟ دي اصيله قصد خير. عمرك شفت اسم بالجمال ده حتى يا اخي؟ بس بصي يا وسيله، انا خايفه من حاجه يا اختي، ده محتاج يعني بطاقه وتغيير صور وحاجات كده، وبعدين لو اتقفشنا بقى نعمل ايه ساعتها؟ سين وجيم ونروح في 60 دقيقه؟ ايه ده ايه ده ايه ده، جمدي قلبك، مش هنوصل للحاجات دي خالص طبعا. وشويه الحاجات اللي قلتي عليها دي انا هخلصها واكلمك على التنفيذ. ها قلتي ايه؟ طب هتقبضوني امتى؟ اتفضلي يا مدام ساميه، امضي هنا. مدام ساميه امضي. اتفضل. مبروك. الله يبارك فيك. اتفضل. احنا هنستنى حضرتك 10 دقايق بره. تحت امرك. اتفضل. اتفضل. اتفضل يا حضرتك. كده تبقي استلمتي نصيبك من تركه قصد بيه. فاضل بقى ان شاء الله انك تمضي على عقد بيع نصيبك لمدام وسيله. بس هنستنى الموظف لحد ما ندي على اسم حضرتك. يا مستاهل يا رب. على فكره انا كنت شغال مع قصد بيه بره مصر، وياما حكى لي عن حضرتك وخصوصا في ايامه الاخيره. وكان بيقول لك ايه؟ كل خير طبعا، واضح ان هو كان بيعز حضرتك جدا. ازاي يعني؟ يعني ما كانتش بتيجي مناسبه الا لما كان بيجيب سيره حضرتك، لدرجه والله انه خلاني انا شخصيا نفسي اشوفك واتعرف عليك. مالك يا مدام سامي، انت تعبانه ولا ايه؟ هو ما كانش بيقول لك ان بيجي لي ازمه ربويه كمان؟ لا ما قاليش والله. انت بتحب اجيب لك ميه؟ لا لا من فضلك عصير وسندوتشين. نعم. طب ثانية واحدة، ثانية واحدة. أيوة بقى، يا لعبك يا سوسو. أهو كده بقى تبقى سامية استلمت مراسها كله من قاصد، وإيه كمان؟ بعتهولك. ألف مبروك يا حبيبتي. أهو كده بقى الجيم بتاعك.
مبسوطة مني يا زينب؟ مبسوطة؟ ده انا اطير من الفرحة يا سوس. يا اختي ربنا يفرح قلبك كمان وكمان. عقبال بقى ما يفرح قلبنا كمان. قول امين. امين يا امين يا رب تفرح قلبي. فرح قلبك كده زي ما فرحتي قلبي يا رب. ما هو لو صبر القاتل عن مقتول. اتفضلي يا ستي، ادي الشيك اللي بمليون جنيه اللي اتفقنا عليه. يا لعبة يا لعبك يا سيلة يا لعبك، ربنا يفرح قلبك يا رب وما يحرمني لا منك ولا من فلوسك قادر يا كريم. يا سوسو يا سوسو يا بنت صاحبة المليونيرات يا سوسو. الله أكبر، كل عزوم رب الفلك دول حيلا مليون مرطوش. أيوة يا خيزة أختي. طيب بسم الله. يلا يا سوسو بقى تبلع الله وقفل الباب وراك. ماشي باي. مبروك. قفل الباب ورايا يا ابن المحظوظ، عايش في العز ده كله وباصص لك المليون مرطوش؟ طب حرونا في دكتتك. طب يا ابن المحظوظ اللي عايش في اليخدة.